في غالبية المطاعم قائمة لاختيار الطعام، لكن في فسحة سمية الوضع مختلف، فرواد هذا المكان الصغير في وسط البلد ينتظرون ما تطبخه لهم سمية بنفسها لتفاجئهم بأصناف مختلفة كل يوم. الفكرة دي جاتني من خلال أصحابي، هم يعني أصحاب الفكرة 100%. أنا ما كانش لي أي طموح ولا أي حاجة، أنا كان كل فكرتي بالنسبة للطبيخ إن أنا بحب الأكل، أو بحب الطبيخ بمعنى أصح، وبحب الأكل برضو. أوكي، طول الوقت أنا بطبخ لأصحابي في الحفلات، في العزومات، في الثورة، طول الوقت أنا بحب أعبر عن مشاعري تجاه الناس بإن أنا بطبخ لهم. من العمل في دار نشر انتقلت سمية بمساعدة أصدقائها إلى هنا لتطوير هوايتها في الطبخ قبل نحو 4 سنوات، لافتتاح هذا المطعم الذي بات له رواج بين أوساط المثقفين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. الفكرة بتاعتي إن أنا الناس تخش تشارك بعض كل حاجة، شاركي بعضيكم الكلام، شاركوا بعضيكم المكان، شاركوا بعضيكم الاطباق اللي قدامكم، انت عندي ما طلبتيش كل الاصناف، فاللي جنبك طلب الاصناف دهيت، فاحنا قاعدين بنشارك ده. رغم ان المطعم لا يتسع لاكثر من 12 فردا، ولا تفتح ابوابه الا ل3 ساعات يوميا من 5 للـ8 مساء، فان الكثيرين ينتظرون دورهم في الخارج. طبيعه شغلي وحياتي كده بتخليني اكل بره بصفه يوميه، ف هنا كاني باكل في البيت. سمية زي ماما، اللي هو ما ينفعش ارجع الاكل في الطبق، لازم كل اللي هي حطته لي لازم اكله، واللي هو هتقعد تزعق لي لو ما اكلتش كل الاكل. ولا يتميز طقس فسحة سمية ببعض اللمسات القديمة على جدرانه وصوت الموسيقى بألوانها المختلفة فقط، بل ما يميزه أيضا أن هذه التفاصيل كانت بمشاركة من زواره الذين يعتبرونه فسحة للتلاقي وساحة للمشاركة في كل شيء لا الطعام وحده. سمية نموذج لامرأة مصرية استطاعت أن تجعل من مطعمها الصغير وجهة للمثقفين حتى بات مكانا له طابعه الخاص فيما يشبه طقس العائلة. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، القاهرة.